لو شلت همي اتشظى صغاري راسي من حيث دهري عصيب وصار لروسي. سولف بكيفك على اللي تاه يا راسي والعايش بخير ناسي ما يعاني اللي بيشر. معادن الناس ما هي باختلاف البشر، لو طاح حملي وقع مار تجي من بشر، والغير رب فلا وطيك يا راسي. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناتكم قناة سامراء الفضائية وبرنامج نسائم الريف مع أخونا الفنان أنور الساهر. أنور الغالي بعدوان، حياك الله حبيب قلبي. يا الله أصلك. أنور من يثرب، فنان يجيد الطور الغربي، طور الثقيل احنا نسميه طور تشوبي، وهو فنان. حياك الله. حياك الله. اريد تحكينا، تحكي لجمهورك عن بداياتك، عن نشأتك، شلون تعلمت، منين جبتها، وين اديت العتابة، وين اديت التشوبي، واخذ لهم اختياراتك بعد وياهم. حاضر. انا على راسي، انا من ناحية تثرب حشماوي. حياك الله ونعم. حيا ودوم، حيا الله اصلك. فمن صار النزوح بال 2014 تهجرنا احنا للشمال سليمانية، فهناك صارت اعراس تدري، وكان المايستر الغالي عقيل العاقي ابو خالد هم ويانا، وكنت اعرف محمود الغزالي الغالي وخضر العياشي وعمار الغزالي كلهم على الراس، فصارت والحمد لله وشكر. يعني تاثراتك بمطربين ديرتك، خلينا نقول اللي ضمن محيط ديرتك كانوا الاخ اخونا تحياتنا الى المايسترو عقيل العراقي، وتحياتنا للاخ الفنان محمود الغزالي. طبعا انا ايضا مأدي وياهم، فنانين رائعين وسلسين وطيبين، فتحياتنا لهم من خلال هذا برنامجنا. هسه عريد تحياتنا لهم، وتحيه خاصه للفنان الغالي ياسر العويدي. حياك الله. حياك الله، ما عليك زود. هسه عريد ايش تختار لجمهورك؟ هذا عاد الاختيار يمك، يبقى على راس دنيا بات الله. يا الحاضرين انتم عيوني، نخلتي 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 يا فقير ومالك من الله، فقير ومالك من الله، نخلتي يا يا نو نخل العوز، العوز مو نخلة. يا ابو نخل العوز مو نخلة، نخلتي يا يا الاراضي الناس، اراضي الناس يا بارا بنا، يا اسم مزروع نخلتي ايان، وانا دون القهر مزروع اليوين، عيني يا عيني ربي لون خاك ابو عدوان، يا ربي لو لخاك البشر عيني سودة سودة وما تحب الكحيل، يا سودة سودة وما تحب الكحيل، يا بعيني رفع طرف العباية وشفيت. يا
شفت مصباح ونجوم وذري ويلي على مال مين على مال مين على مال مين تبجين يا عيوني اقل راح الجاني من العين ملقاه ودور بيطرف العرب راح الجان يمن العين ملقاه ودور بيطراف العرب ملقاه على تهاب وسلم متهاب ملقاه حسافة يندفن جو التراب حسافة يندفن جو التراب راح الجانب للعيال راح الجانب للعيال يما اللي راح الجانب للعيال ملقاه ادور بأطراف العرب ملقاه ملقاه يبوح حساف يصير فوقه متراب اي والله عاد يقول دحيلة طويلة اي والودوس بالدلالة بعد اموي يا صاحب عناياي عناياي وجفت اللامتل منهم عناياي اي والله بعد وان جروح اغمق ما تقبل عناياي وجلون على جمر الغضي والله عاد يقول يا ابو عدوان مالك وياك يقول علي ايش انسى الطيبه بعد اموي جنت من دون البنوات تعجبني طولك مثل نبح الريحان اسم الله حولك جنت من دون البنوات تعجبني طولك مثل نبح الريحان لما نفدي عالدرجة وقام يصفقولج لما نجيت لسامرة وقام يصفقولج حتى نكون تغني واوصف طولج جنت من دون البلا تعجبني طولج مثل نافعة الريحان اسم الله حولج لما نجيت سامرة وقام يصفقولك لما نفدي عالدرجة وقام يصفقولك حتى نكون تغني واوصف طولك يا بي حلف
بجوبي هلا برجال الجوب هلا بلي يلعب جوبي هلا بشك شك ذوبي النوم 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 ولد ولد اللي طليق خسر الزيتون شرد احجي عنه يمكن لو فر الكون ما ألقي منه لتعب وجرح صرات من عندي يصبي يعيشك والقت الكون لو الله الله دوس اتعسد عسروس رشة ويروح لك هل يسمر كل امك عاجب نطولك هل يسمر كل امك فد ويروح لك عاش عاش ما قصرت ما قصرت أعزائي المشاهدين برنامج نسائم الريف يقدم لكم كل ما هو جميل ورائع. الآن طبعا الريف ما يحب غير العتابة، يحب الطابع اللي بيشجن بي يعني قليل من الحزن، إن شاء الله الحزن بعيد علينا وعلى العراقيين جميعا. فراح أقدم لكم أنا أخوكم الفنان نمر الدوري أقدم لكم العتابة اللي تحبوها إن شاء الله. Thank you.
العقل بغير مراد مالي غير بحر الصبوار على الجاي والمال الدار والمال الدار لسألت الدار قالت لي على الجاي موصل المنزل لوحوش الغلق يا ولي عاد يقول ما نلبس بياضي والما زالهم غياب بعد أمي مبروك ثوب الزفاء عني ديش لا تبجين عني ديش لا تبجين هذه قسمتنا من الله أني وانتي مظلومين أني وانتي مظلومين We'll be right back.
مبروك ثوب الزفاف حد ايدك لا تبجي حد ايدك لا تبجي هذا قسمة دمد الله أنا ودي مظلومين أنا ودي مظلومين يلا 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 أويل تقيل لي شلونك ما تدري بقلب تلفان فين أويل تقيل لي شلونك ما تدري بقلب تلفان والشفتين وشلال ربيل أشف شلال ربيل وانا شل صايم رمضان وين شفتين وشلال ربيل أشف شلال ربيل وانا شل صايم رمضان وين اويلي تقلي شلونك اويلي 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 تقلي شلونك ما تدري بقلب تلفان شفتين وشلال ربيل اشف شلال ربيل واني شل صايم مجضوع متغطين بجاله ظهر الحمراء وبعز الجياله شيلت مجضوع متغطين بجاله ظهر الحمراء وبعز الجياله ودقت الباب ودقت بعجاله ونهاري ما وبحالتها حاله فرط مذابل ودمعه هماله جد العشبيش قالت بقشر حاله قوم الحق لي يا قلبي يا عيوني قوم اخطفني قابل ما يبيعوني هل يبيعوني ولي والبوب الشاطر ريما حل زرارج ريما ريما شميدي على الضامج ريما ريما زللي غرامج شيلت مجموع متغطين بجاله ظهر الحمراء وبعز الجياله وانتقت الباب وانتقت بعجاله صوتك ما قصرت الغالي التلعايش أبو عدوان أعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم أعزائي المشاهدين عودة مع الأخ الفنان أنور الساهر وطبعا أنور أداء رائع جدا لكنه لحد الآن ما شفنا منه أو ما سعنا يعني أنه ميولك الريف الغربي الشرجية خلينا نقول الحسجية الأبوذية المواويل هذن هم تميل لهن مثل ما تميل الغناء ديرتك يعني وإذا إذا يعني تميل لهن وعندك يعني كلمات تأديهن نرجو أن
فهم جمهورك وتعدي لهم اللون اللي تختاره انت. انا حاضر للجمهور ولك يا ابو عدوان الغالي. يقول اصيل انت مضيفك دوم ينضاف. يلعم ابو عدوان اصيل انت مضيفك دوم ينضاف وعسى قلبك علينا دوم ينضاف. يا ريت العمر فوق العمر ينضاف. اشيل العمر لك وانطي هديه. ولا هوي لا عمري ما قلت للناس محتاج وحسيت نازلت محتاج اشوفك اي أيوة والله يا ابو عدوان تقول لي خويا لا تقول لي الظروف معانده وياي ظروف معانده اكثر من ظروفك اي أيوة والله من الاشتاق احط ايد على قلبي اطمئن عليك انت بمكانك اي والله يا ابو عدوان واذا عن بعد سمعناها ما عيش لي القلب يدق بس علشانك عافني العودان جيت بعاستي بكيف ما جبره عافني العودان جيت بعاستي بكيف ما جبره وعوف براحته خلي يحب مية علي بالعافية أدري لي تويا يبد مصافية خلي يحب عشرة علي بالعافية أي أدري لي تويا يبد مصافية شضوج وانقهر خلش يصير هي ادري حامل الكذب ما يطول قصير اللي شضوج وانقهر خلش يصير هي ادري حامل الكذب ما يطول قصير وداحتك كل من يموت مساحتي عافني العود على شي تبعاسته وجاحتك كل من يموت مساحته عافني العود على
نازل يا قطار الشوق نازل هاي دير رجله فوق من المحطة فوق كلها صير قاعد تجله نازل يا قطار الشوق نازل هاي دير رجله فوق من المحطة فوق كلها صير قاعد تجله شوي ريب على هونك خاطرهم يبعدونك شوي ريب على هونك خاطرهم يبعدونك نازل ورد امور عالدار نازل هاي دير رجله فوق من المحطة فوق كلها طارش رحت للبصرة للبصرة نادتني وحدة السمرة ها سمرة نين نفوت هاي النجف هاي الكود هاي النجف هاي النجف وهاي النجف سدي الجلاد وتسعين عباد يقول ايش نهي يقول طارش رحت للبصرة للبصرة لاقتني وحدة سمرة ها سمرة نين نفوت هاي النجف هاي الكود هاي النجف وهاي النجف امتحن قلبي واخذ احسن علامات ويدمع الخلة بخدودي يا بعلامات اذا جاك الخبر قلاو اذا جاك الخبر قلاو علامات علامات وانا انتظر جدك علي ويلي عش صوتك انور الساهر الغالي بعدوان طبعا انا ما كنت اظن انه انور عنده هيك تعدد يعني موهبه تعدديه فمن سالت سؤال انه شنو ميولك للحسكه مثلا مالت الجنوب وهذا يعني كنت على اساس انه اريد احرجه لكن ما شاء الله طلع منها بجداره حاضر انا بعدوان الغالي عش صوتك حبيب قلبي نرجع على ريفنا ريف الغربية خلينا نقول المنطقة اللي انت بيها يحبون دائما الشوب الثقيل احنا نسميه صحيح
يعني مناطق الشرقاط مناطق الحويجة شوبيهم يصير ثقيل، لكن انتو العازفين يعرفون انه على ايقاع يمكن 95 او بالايقاعات انا ما اعرف مضبوط مثل ما يعرفون الاخوة العازفين يعزفوها على النمط الثقيل. وانا حاضر صراحة دبشات بالاسحاقي بيثرب، يعني فعلا دبشات رائعة وحلوة ومرتبة وبنفس الوقت يعني دبشتهم ثقيلة. شفتك انه تمتاز انت بهذا النمط من الدبشات وبهذا الطور يعني من الدبشات، ممكن انه تعرف جمهورك على هاي الدبشة شنو هي وتقدم لهم تأدي لهم هاي الدبشة نفسها او ما تختارها انت بكيفك. على راس بعدوان هاي الدبشة هي مالتنا مالت العرب الاصيل، الدبشة ثقيلة. يلا سمعنا بياس الله. سؤال غالي الراس ما دفني ما دفني دفن بي المصايب دفن بي المصايب ما دفني وليالي ليالي الصيف كلهين ما دفني اي والله ليالي ليالي الصيف كل هالما دفني انا اخوي ابو عدوان المتج بدا اي والله انا اخوي اخوي المتج بدا ما دفني ركب البغداد دلاهن علي وين على بغداد يا بول امي الزمن لا ابوي خلالي طبعا انا فاقد ابوي ترحم والديك الغالي اي والله الزمن لا ابوي خلالي ولا امي وجريد اصبح الذل يقرا يا ابو الاموي والاموي يا دنيا يا دنيا حشد جيوشي يا ابو الامي على هذا الزمان اللعب يوين يا وش تقولون اصبغ الشيء مو عيب من تالي اي والله يا ابو عدوان شو تقولون صبغ الشيب مو عيب من تالي علي من صابغ وتعبان ما زال راح لبالي اي والله هيج وتجين اخبار اي والله يا ابو عدوان هيج وتجين اخبار ميت رجلها اخذها والعباس هي وطفلها اول مالي حلي المالي اوف اوف يا الله اوف لا يا ولي عالي سنة طولك على قلبي يا حلي يا لحس بلد معجاري يا حلي يا يا بالي اللخيت السالفين الصبح واللي يجمع شمل لو يشمل الأحباب اي والله عادي يقول يا بعد وانا الما ياخذ لي طول العمر ندمان بعد امي
يا بي وخل نفسك بعزم مالك تذيلها ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها خل نفسك بعزم مالك تذيلها ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها يا حي يا مراسيا طب بجدلهم زميلي عاقيل هو وابنهم يا حي يا مراسيا طب بجدلهم زميل الغزالي هو وابنهم قعد على الدربين واذكر ولي في وتحجي بالسكران لمشح لك يا بي خل نفسك بعزم مالك تذيل حولا تطلب الحاجات إلا يا يا باي وحلى يا رباي ويا رباي ليش انكرتني حلى يا رباي ويا رباي ليش انكرتني ابد ما انكرت هلا يا رباي ويا رباي ليش انكرتني هلا يا رباي ويا رباي ليش انكرتني من طاحب ملوح هم قهرها يا مغيري كان الليل حلت شعرها قهرها يبغيري كان الليل حلت شعرها حال الضيم حالي ما غزر دلالي حال الضيم حالي ما غزر دلالي كل ادعي والله حلباك وحلالي وحلى يا رباي ويا رباي ليش انكرتني حلى يا رباي ويا رباي ليش انكرتني اعزائي المشاهدين الى هنا ناتي على نهايه هذه الحلقه من برنامجكم برنامج نسائم الريف ولنا معكم لقاءات متجدده مع السلامه